شو المصر جعفر العمدة المسلسل اللي كسر الدنيا اللي هي هذايا اللي صاير عليها بوليميك دونك نصور بيه الاكثر واحد باش يعلق عليها ان هي جعفر العمدة المسلسل هذايا اللي محمد رمضان ومصر دونك بسبب توقعات الجمهور وانت اكدت الحكايه هذيك كيفاش بطلت المسلسل صفصف هبطت الستوري تقول بسبب التوقعات نتاعكم انتم احنا قاعدين نصوروا نسمعوا الفيديو نتاعها. النهارده يوم العيد منزلين لنا بطلوا تعملوا توقعات، انتوا بتتوقعوا وصفصف بتشتغل، بتتوقعوا الحاجات بتتغير، اهو سايبكم وعايز اعين، عايز اعين، بلاش توقعات، عايزين بشتغل اهو، عجبكم كده؟ توقعوا بقى، اقعدوا بقى اصل ده هيحصل ايه وده هيحصل ايه وانا اللي بدفع الثمن. واضح دونك هي قالت بسبب توقعات الجمهور عاودوا صوروا باش يبدلوا نهايه المسلسل. فهمت؟ لانه الجمهور توقعوا لانه الاقبال انا نتبع عندي سنين ما ريتش اقبال كيما هذا حتى المسلسلات رمضان اللي قبل لانه سنه وحده مسيطر ما فما حتى مسلسل ينافسه لا مسلسل تاريخي لا سياسي لا كذا دونك وير باب. دونك من جهه اخرى نقال الممثل طارق النهري اللي يعمل في الدور العمده تاع معناها العائله اللي مقابله جعفر العمده يقول انه اعاده التصوير كانت بسبب مشكله هندسيه في احد المشاهد وما حددش نوع المشكله لكن ما عطاش معناها تصريح هكا ديريكت انه بالحق بسبب الجمهور والمخرج العمل محمد سامي دونك حسب ستوريته في الانستغرام توكا في دبي دونك ما يعرفوش اسكو بالحق قاعدين يغيروا في النهايه نتاع المسلسل ولا شنو المخرج في دبي يدخل يغير من شكون يغير في النهايه ولا تحت اشرافه هو ولا تحت اشراف شخص اخر ليه هكا معناتها مخرج باش يمشي لدبي باش واحد يبدل له ربابه ماني لانه عمليه التصوير جاريه في الوقت الحالي في مصر تحت اشرافه ولا هذه المواقع الصحفيه في دبي هو شنو تحت اشرافه كيفاش تحت اشرافه هو في دبي ما فهمتش تقصد معناها ما فهم السيد المخرج في دبي مش في مصر مش يعني اللي هي اشاعه انهم قاعدين يعاودوا يصوروا ولا هي معناتها ما داموا في دبي دونك ما همش يبدلوا في النهايه مشكله خاطر هي الفنانه هلا صدقي هبطت ستوري من بعد تفسخ ستوري دونك وهي قاعده تتصور فتصير هي راهو هو المسلسل عمل نجاح راهو غريب جدا ساعه تدخل الموقع المصريه راهو تلقاهم يحكيوا على الاحداث والناس تتوقعوا كذا ويمثلوا ويعاودوا في المشاهد يا بلال انا شفت رمضان يحكي اليوم على واحد ثلاثة بليار البليون الناس اللي تبع فيه بليارات شيء مهول راهو على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى الكذا لا والغريب في الامر اسمع ويسبوه انا تو يتبعوا له الافلام تاع اللي يسبوه اربع ممثلين اللي غايرين يحمشوا في الاعلام وفي الاعلام لا لا المواطنين ما يسبوش لا هو يستعمل في نهار موك اللبسه وك البارفان نهار شنو وطون فريز بالذهب هو اسلوب الحياه نتاعو اي ونعرف شنو ذاك على زعما الناس عندهم انا ما عنده برشا فلوس لا اون بلوس خدام هو عكس الممثلين كل خدام مازال كي هكا وعنده فيلم هارلي باش يهبط في العيد يهبط في لي بخو معناتها باش يهبط في العيد يخدم برشا ويصور برشا صناعة كبيرة برشا غادي لا اما كي تشوفوا هو خاطر نقدم مرة الممثلين قال قبل كان الممثل يعمل زوج ثلاثة افلام في العام قال تو ياسر دليل كيما تشوف احمد سقا فيلم كل ثلاثة سنين الاخر قال انا نعمل زوج افلام في العام ومسلسل وكليبات وكذا عندي الوقت عندي نصنع معناتها الريتم تاع البرود نتاعو قوية جدا تشبه شوية معناتها سامحني كان طيحت القدر تشبه شوية الريتم سفيان داهش في الانتاج كيف بريسك اي هو ديجا يقول لك القدوة نتاعي سفيان ما لقيتش وقت ما لقيتش وقت الخدمة بالله جس نقطة صغيرة باش ما يقولوش كان في تونس يصير عليهم جدل اليوم بركة اليوم معني العارفين بلاغ رسمي توجه لوزارة الثقافة المصرية تقدم بها محامي وعضو لجنة الحرية بنقابة المحامين هذي اسمه هاني سامح يقول لك بسبب النهاية نتاع جعفر العمدة ولا الأحداث البليل اللي فيها البلجة والتهديد وجرائم يقول لك غيروا لنا النهاية نتاع المسلسل وافرضوا لنا القانون دونك خليوا السلطات تظهر وخليوا القانون يظهر كذا تلمو المسلسل عمل تحكي بوليميك. برشا حتى في سيناريو خاطر النهايه ماهيش واضحه انا نستبع فيه ماهيش واضحه النهايه ما زالت هو انا ما نتفرجش في المسلسل سنة اما هو جعفر العمده الشرير ولا يعمل في الخير معناتها هل باش يتعاقب باش يتحبس هو عنده دو كوتي عنده كوتي يعني يتحيل على عبيده ولا ياخذ حقه ياخذ حقه مش متحيل هو عنده حتى الظلم اللي يعمله على عائلته معناها أي. في اطار معين باش ياخذ حقه باش تفهم بالضبط الحكايه بالعكس اما النهايه ماهيش
مش واضحه، فمش علاش تغيير النهايه، ماهيش واضحه جمله النهايه اصلا دخلت محامين كيك باش يتشهروا. صحيح. اما هو صارت راهو في تونس معناها، صارت قبل راهو مخرجين يعاود يخرج ليكيب الكل باش تتبدل سيكونس. وانت نوفل تعرف وحضرت، انت عطيت رايك مره في سيكونس المسلسل، قلت خايبه يا اخي، خرجت كيب تورناج كامله من غدوه تبدلت. وتعمناو الفم النهائي نتاع مسلسل، تبدلت الحلقه الاخرى في النهار الاخر. صحيح. دونك الحلقه الاخرى النهار الاخر تصورت مقطع من الجديد. اما هذه قلت لك هذه قوه مسلسل قوي. انت كتشوف الباج نتاع مانشستر سيتي مهبطه جوار رودريجو العمده وماخذ الافيش، تفهم خويا الشيء وين وصل معناها لانجلتير. لا اما راهو ما نقولوش كان مصر، خاطر في مصر في برشا مسلسلات وما نجحوش. فما مسلسل تاع منى زكي، منى زكي تو اللي متعدى النص رمضان الثاني تحت الوصايه تاع منى زكي، ماهوش نجاح كبير. يقول لك فما تحرك برلماني باش يعادلوا قانون الولايه على الاموال. لا ما هو الاشكاليه، لا هذوك ما يطرحوش اشكاليه. الاشكاليه انه تقريبا منى زكي من شو اسمه من مسلسل لعبه نيوتن، ما وما عرفش الكنزان الثاني تحسها ما كي يبدا معاك محمد رمضان هكا في مسلسل كيما هكا ما تلقاش حظك. الكنزان الثاني مش باش تبعك العباد، سورتو كان يبدا الريتم طايح. محمد سامي الحقيقه احسن، محمد سامي مخرج واضح.